دكتور أمير الجندي، بنرحب بحضرتك جدا، منورك النهارده في حضرتك جدا، وعايزين بس حضرتك تكلمنا عن المحتوى اللي هتتكلم عنه النهارده. احنا النهارده اتكلمنا عن الدايابيتس، وزي ما حضرتك كمان انت عارف ان الدايابيتس من اكتر المشاكل اللي موجوده في المجتمع عندنا. تقريبا ما فيش حد في بيته، اخواته، قرايبه، اصحابه، اكيد لازم هيكون في لمسه من الدايابيتس او اللي انت شفت الوضع. لا غير ان احنا صيادله اصلا، وان من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في الصيدليه مريض الدايابيتس، وايه ادويه الدايابيتس كتير في الصيدليه، ازاي الصيدله هيتعامل معاها، ازاي هيدي النصيحه ويدي البيشنت كونسلنج اللي هيفيد البيشنت، ازاي هيوجه المريض يتعامل ازاي مع مرضه ده، يعيش معاه حياه طبيعيه، اهميه الدايت والاكسرسايز، وان احنا الخط الاول للبيشنت النصيحه تتاخد مننا احنا، ما تاخدش من اي حد تاني. ده كله اللي كان الفوكس ومين فوكس عندي النهارده في المحاضره، وهو ده اللي المفروض احنا كصيادله نوصلها للبيشنت. قد ايه البيشنت اديوكيشن هيفرق مع البيشنت، وهيفرق في ثقته، وان يرجع ثقه الصيدلي فيه. فاتمنى ان احنا نكون اضفنا ولو معلومه جديده النهارده، وان ازاي نتعامل مع البيشنت ونوصل بيه لمرحله يقدر يعيش مع سكره من غير ما يكون مرض بالنسبه له. هو الكتاب ده انا نزلته سنة 2011 بعد التخرج على طول. هو الكتاب كان بعنوان اسمه ستيب باي ستيب الفارماسي جوب. الفكرة في الكتاب ان انا لميت شوية خبرات من انا وقفت معاها في الصيدلية، ازاي توصف او دي سي او اوفر ذا كاونتر دراج، ازاي امتى توصف وامتى ما توصفش دراج يوتن دورنج البريجنانسي واللاكتيشن، شوية فيرست ايد، الحاجات اللي احنا بنحتاجها كصيادلة وفي البيت وقفتنا في الصيدلية، ازاي تقرا روشتك، ودي من اول تحدي بيقابل اي طالب صيدلي. حاولت اكتب الكتاب بلغه سلسه ولغه عاميه الى نوعا ما، بحيث ان الطالب ما يملش منها، وتكون فعلا ستيب على اول الطريق. حتى في الكتاب انا سايب جزء فاضي دايما كل صفحه، عشان كل واحد اكسبريس يور سيلف، يعني يقدر يضيف بدل ما يشرح في الكتاب، ويديني ابداعه في الصفحه الفاضيه، بدل ما يكون هو مجرد علم متلقى بس، لا يكون اضافه ويقدر يضيف عليه ويحط بقى هو التاتش بتاعه زي ما بنقول، وازاي يوصل بومر لمرحله بروفيشنال. والكتاب ده بيلاقي للطالب جديد اول مره يقف في الصيدليه، انا بفتح له الدنيا. بس اخر حاجه بس عايز اعرف حضرتك في الدراسه بصفه عامه في التنظيم بتاعك. لا والله يعني متابع الكورس على فكره من كام يوم، وعجبني السيشنز اللي موجوده فيه جدا. امبارح سمعت كان في باي تكنولوجي، وقد ايه العلم ده محتاجينه والناس تدور فيه. هو ده الفيوتشر زي ما بيقولوا. التنظيم طبعا فوق ممتاز الحمد لله، الشباب قاموا بالواجب، وشكرا على تعبكم النهارده، انتوا واقفين طول النهار، واسف ان احنا طولنا النهارده قوي، بس هو الموضوع برضه كان طويل، وربنا يسهل ان شاء الله نكمل فيه. واحنا بنشكر حضرتك جدا، ونتمنى ان شاء الله. الله يخليك، تسلم. شكرا. Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.